كان عمري 7 سنوات، كنا طالبة صف أول ابتدائي، ورحت للمدرسة أنا صايمة، بس بوقتها نغم علي لأن أنا كنت صغيرة فما تحملت فوق طاقتي فنغم علي. بس من رجعت للبيت أنا كملت صيامي، قلت لهم أنه أنا لسه صايمة، ما اعترفت. اي اكيد فطرت، بس ما قلت لهم بالبيت انه انا فطرت، لا ظليت قويه، قلت لهم انا بعدني صايمه، واستمرت لنهايه اليوم. والله كان اول يوم الي بالصيام كان لما كان عمري 15 سنه، بس شويه شربت مي بالغلط كان، فكنت دا اقلد اهلي بالصيام، بس بعدين تعودت. لا كملت يوم كامل كان، بس شربت مي بالغلط كان الظهر. كان اتذكر عمري 17 سنه تمام، الحمد لله وشكر صمت، بس تعرف يعني ما قدرت اصومها كلها، تعرف انت اول مره كانت التجربه، اول مره اجربها كنت بوقتها اشرب مي، كنت صريح يعني اشرب مي بدون ما حد يدري يعني تمام. فالحمد لله وراها علموني اهلي شيء اكيد، يعني الحمد لله قدرت يعني اصوم شهر كامل، والحمد لله شيء اكيد علموني اهلي مع الصلاه تمام، انت تعرف بعد رمضان يعني الحمد لله وشكر لازم صلاه وتذكر ما ذكر يعني تعرفت. لا والله ما حد يعرف، كن صريح وياك يعني اشرب ارجع في سبيل ماكو شيء يعني، كمل وياهم لحد ما يبدا الفطور اكل يومهم.